باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة للأبد أمين. إن شاء الله تكونوا بخير جميعا يا أحبائي، كل سنة وأنتوا طيبين. مالكم نحسنين ولا إيه؟ كل سنة وأنتوا طيبين. كده يبقى مش نحسنين. أولا بنرحب بالآباء الكهنة الأجلاء، يعني ليس فقط من الكاتدرائية هنا إنما يعني اللي حاضرين معانا، ونرحب بكم كلكم. يعني في كياهك عندنا 27 ليلة. عندنا كم ليلة؟ دي الليلة الستة، يبقى باقي كم ليلة؟ كم؟ 21. طب انتوا بقى هتحضروا كام ليلة من 21؟ أنا ملاحظ إن النهاردة العدد أكتر. ليه؟ الكنايس اللي فاتت بعيدة يعني؟ يعني مريم مرقص بعيدة؟ مش بعيدة مريم مرقص. مريم مرقص مش بعيدة يعني. طب العذراء المعلمين مش بعيدة برضه. العذراء المعلمين بنطلع بأوتوبيسات يعني، فمش بعيدة. ولا مريم مرقص بعيدة؟ الدير بعيد، الدير بعيد، ده الدير جوه القلب، ده الدير أقرب من الملاك، صح ولا مش صح؟ المهم باقي 21 ليلة، وكل ليلة بمثابة كنز. هتقعد يا حبيبي، تعال قدام كده وقعد، على مهلك، على مهلك، على مهلك. أيوة كده عشان الناس اللي وراك بس ما يزعلوش منك. الله، تمام كده. أنا بالمناسبة عايز أشكر فريق البس عندنا، بيتعبوا كل يوم، بيسهروا كل يوم، وفي دلوقتي ناس كبار وناس صغيرين، ويعني وبيقدموا منتج جميل، يعني ربنا يعوضهم كل خير ويعوض الكشافة ويعوض الكل يعني. المهم، فعايزين يا أحبائي الواحد وعشرين ليلة اللي باقية بقدر الإمكان نحضرهم كلهم، واللي ما يقدرش يحضر كل الليالي يحضر نصها، يعني النص كويس، قصدي مش قصدي نص الليالي، قصدي يعني نص الليلة، يعني من الساعة 10 للساعة 1 ولا الساعة 2 وينام. هنعمل إيه؟ ينام. مع إنه صدقوني أنا شخصياً طبعاً دلوقتي نشكر ربنا بعد السهرة بنام، إنما أيام زمان لما كنت مع سيدنا بابا شنودة كنت أوقات السهرة تخلص الساعة 5، 5:30، 7:30 بانتباه كده، مش كل يوم إنما يعني أغلب الأيام يعني. وكان ربنا بيدي نعمة عجيبة وكنت بفايق، ما تفهموش إزاي. عشان كده بقول لكم الليلة الساعة في كياك، نومة ساعة في كياك بساعتين على طول، وأوقات بساعتين ونص، أوقات يعني كياك يخلص ترجع الساعة بساعة تاني. ربنا معاكم ويبارككم ويعطيكم بركات شهر كياك، البركات العديدة بتاعت شهر كياك. كل يوم اثنين يعني ليلة الثلاث زي النهاردة كده، طبعا قبل ما انسى بكره ما فيش اجتماع، بكره ما فيش اجتماع، يعني في طول شهر كياهك اجتماع الثلاث متوقف، لان احنا بنتقابل كل يوم الساعه 10 في يعني حسب جدول الكنائس اللي انتوا عارفينه. كان كل يوم اثنين الخمس سنين اللي فاتت تاملنا فيما جاء في العهد القديم عن التجسد الالهي. فأنا النهاردة هراجع معاكم اللي احنا قلناه الخمس سنين اللي فاتت، وهدي مقدمة عن اللي هنقوله السنة دي. أول حاجة أيام أبونا آدم، نقرأ في تكوين 3: فقال الرب الإله للمرأة لما أكلت من الشجرة: ما هذا الذي فعلتي؟ فقالت المرأة: الحية أغرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم،
ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. خلي بالكم، الشيطان اللي كان في الحية أغوى أمنا حواء، وأمنا حواء أغوت أمنا أبونا آدم، ولذلك العقوبة جت بالترتيب كده، على الحية على الشيطان، ثم أمنا حواء، ثم أبونا آدم. بس ربنا من حنانه قبل ما يقول العقوبة اللي على أبونا آدم وأمنا حواء إدى الوعد بالخلاص، فقال إيه؟ قال: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، نسل المرأة يسحق رأسك، وهنا نسل المرأة اللي هو مسيحنا القدوس، وقال نسل المرأة لأنه ولد من امرأة، إنما حبل بها من الروح القدس، فنسل المرأة يسحق رأسك. فإدى الوعد بالخلاص قبل ما يقول العقوبة، والعقوبة اللي الأمنا حواء قال لها: تكسيراً أكسر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين الأولاد، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. دي عقوبة أمنا حواء. وعقوبة أبونا آدم: الملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل فيها كل أيام حياتك. فأول حاجة أيام أبونا آدم قبل ما ربنا يقول العقوبة لأبونا وآدم وأمنا حواء، قال الوعد بالخلاص. نمشي شوية كده نوصل لأبونا نوح. سفينة نوح ترمز إلى أمنا العذراء. حتى إحنا في صلاة نص الليل في القطعة الثالثة بتاعت الخدمة الثانية بنقول: يا سفينة النجاة، يا شفيعة في الخطاة، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. فبنقول يا سفينة النجاة. سفينة نوح ترمز لأمنا العذراء، سفينة النجاة. تاني حاجة في قصة نوح، حمامة نوح. بعد الطوفان ما جه وأبونا نوح قعد قرابة العام في الفلك، قرابة العام في الفلك، وبعدين بعت الحمامة طلعت ورجعت على طول، استنى أسبوع تاني وبعت الحمامة تاني، رجعت له بورقة زيتون خضراء في بقها، ورقة الزيتون ترمز للسلام، والورقة الخضراء ترمز للحياة، وأمنا العذراء وفي بطنها مسيحنا القدوس بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر، أدي ورقة الزيتون، وبشرتنا ببداية حياة جديدة، أدي الورقة الخضراء. عشان كده إحنا بنقول كل يوم، كل يوم في الكنيسة لحن شيريني ماريا ولحن مرد الإبراكسيس، كل يوم اللحن اللي قلناه النهاردة: السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا الله الكلمة. ونفس الكلمات دي بتبقى هي مرد الإبراكسيس كل يوم. فالكنيسة بتركز قوي إزاي إن العذراء هي الحمامة الحسنة، هي حمامة نوح، الحمامة الحسنة التي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر، والحمامة الحسنة التي بشرتنا ببداية الحياة الجديدة. ومن أهمية الجزئية دي بالذات، الكنيسة رتبت إن مرد الإبراكسيس كل يوم، ولحن شيريني ماريا في التسبيحة كل يوم: السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا الله الكلمة. الأسبوع الجاي هنقول الترنيمة بتاع الحلوة بتاعت خطرت حمامة. خطرت حمامة في بيت زكريا وفي أمية لها أعطت سلام، فخرجت ذات العقورية للقاء والدات منشئ إلى أنام. يا سلام على كنيستنا المتفتحة بألحانها،
في المواسم الكنسية. الألحان الجميلة بتاعت الكنيسة بتأثر النفس، تؤثر، مش كده؟ تؤثر، تؤثر. بصيت لجماعة بتوع العربي بس عشان يعني تؤثر النفس. فالحمامة الحسناء من العذراء هي اللي زارت إليصابات، خطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها أعطت السلام. لما قالت السلام لإليصابات فتحرك الجنين في بطنها بابتهاج. طيب يبقى احنا خدنا أيام أبونا آدم، بعدين مشينا لغاية أيام أبونا نوح، وخدنا سفينة نوح وحمامة نوح. نوصل بقى لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم لما ربنا ظهر له ودعاه، فقال الرب لإبراهام لما كان اسمه إبراهام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك للأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وأبارك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنيك ألعنهم. ست حاجات. تاني قال له: أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنهم. وبعدين قال له إيه؟ وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. طب كنت تبارك فيه جميع قبائل الأرض؟ ما علاقة أبونا إبراهيم بجميع قبائل الأرض؟ أستراليا وأمريكا وأوروبا وكله. الكلام ده كان في تكوين 12. في تكوين 18 لما كان بيكلموا على سدوم وعمورة فقال له إيه؟ فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض. في تكوين 22 في قصة تقديم إسحاق لما قال له: خذ ابنك حبيبك وقدمه لي محرقة، وقدمه محرقة على المذبح، وقبل ما يذبحه ظهر له ملاك الرب. وبعدين قال له كلام كتير، ظهر له ربنا في صورة ملاك، قال له إيه؟ ويتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض. إذن ربنا قال له كده ثلاث مرات. إيه معنى الكلام ده؟ هيجي اليوم يا إبراهيم هيخرج من نسلك المسيح القدوس، والمسيح القدوس ده هيكون الكرمة الحقيقية اللي قال: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. اللي قال: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. ربنا قال: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. كل من يؤمن باسمي هيبقى غصن في الكرمة. وهنا لما ربنا قال لأبونا إبراهيم: ويتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض، يعني هيجي من صلبك المسيح، والمسيح ده هو الكرمة الحقيقية، وكلنا أغصان فيه، وكلنا أغصان في الكرمة الحقيقية. ودي معنى ويتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض. نفس الكلام ربنا قاله لأبونا إسحاق، نقرأ في تكوين 26: وظهر الرب لإسحاق وقال له: لك ولنسلك أعطي هذه البلاد، لأني بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكسر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك لو المسيح جميع أمم الأرض. نمشي شوية كده. أبونا يعقوب لما شاف سلم يعقوب، سلم يعقوب قعدنا نتأمل فيه سنة، يعني أربع أسابيع بتاعت كياك. فربنا برضو لما ظهر على السلم لأبونا يعقوب قال له إيه؟ ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. نفس الكلام اللي قلته لأبيك إسحاق ولجدك إبراهيم، قال له: وأنا معك وأحفظك حيثما تذهب. وقلنا إنه السلم بتاع يعقوب ليه أربع رموز. الرمز الأولاني رمز للتجسد الإلهي، هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له.
تاني حاجة رمز لأمنا العذراء اللي من خلالها تجسد المسيح. تالت حاجة رمز البيت الله، لأنه قام أبونا يعقوب وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله، وبيت الله هو اللي الملائكة بيصعدوا وينزلوا عليه. بيت الله ربنا بيحل على المذبح زي ما ربنا ظهر على السلم بتاع يعقوب، والملائكة بتطلع وتنزل. هنصلي قداس، الملائكة تنزل تحضر معانا. في نهاية القداس أبونا يقول يا ملاك هذه الذبيحة صعد علو بهذه التسبيحة اذكرنا أمام الرب. يلا تفضل، يروح مروح. وده اللي ربنا قاله في يوحنا 1، من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله نازلة صاعدة ونازلة على ابن الإنسان على المذبح. من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الله اللي على المذبح. يبقى خدنا أبونا آدم، وبعدين مين؟ وبعدين مين؟ بعد أبونا آدم مين؟ نوح. سفينة نوح وإيه؟ ما تقولوا يا جماعة، قولوا وراي، سفينة نوح وحمامة نوح. طيب ثالث واحد مين؟ أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الثلاثة ربنا قال لهم وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. بعد أبونا يعقوب خدنا يهوذا، ما هو يهوذا أبونا يعقوب خلف 12، ال 12 أصباط بني إسرائيل. مين اللي جه من نسله؟ المسيح يهوذا. فنقرأ في تكوين 49 يقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون. شيلون ده اللي هو ملك السلام اللي هو المسيح، وله يكون خضوع شعوب. فشيلون هو ملك السلام. بعد يهوذا بقى وصلنا لموسى النبي. أول حاجة أخذناها في قصة موسى النبي العليقة، قولوا معايا عشان تصحصحوا، العليقة التي رأى موسى نبي في البرية والنيرة تشعل جواها ولم تمسها بأذية دمسة منه طوباها حملت جمري له تسعة أشهر في أحشاها وهي عذراء ببكوري. دي أول حاجة العليقة. يقولوا الآباء الألحان والتسابيح أكتر حاجة تحفظ الطقس وأكتر حاجة تحفظ العقيدة. الألحان والتسابيح أكتر حاجة تحفظ العقيدة، كان دايماً البابا شنودة يقولها، يوه سمعتها منه ولا 500-600 مرة. الألحان والطقس يحفظوا العقيدة. يعني لما 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 نربي أولادنا وهم صغيرين ويحفظوا الألحان ويقولوا يبقى يحفظوا العقيدة. المهم فدي أول حاجة العليقة اتكلمنا عنها كتير قوي. تاني حاجة اللي اتكلمنا عنها السنة اللي فاتت ليه إيه؟ الجبل الدسم، أو نقول الجبل الناطق بوداعة ومحبة بشرية. قصة العليقة كانت في خروج 3. في خروج 19 بقى هنا في مصر، في بلادنا الحبيبة مصر، والعليقة كانت في مصر برضو. ما هي مصر دي قليلة؟ ده حتى الناس ولادنا اللي برا كده بيفخروا انهم مصريين. يعني العليقة دي حدثت في مصر هنا عند دير سانت كاترين. يعني موسى شاف العليقة تقريباً
عند دير سانت كاترين تقريبا. واللي ورد في خروج 19 لما ربنا حل على الجبل، وجبل سيناء بتاعنا هنا دخن، فأحد رموز العذراء إنه زي ما ربنا حل على الجبل، على جبل سيناء هنا في مصر، وطبعا خروج بني إسرائيل وشق البحر ده برضو كان في مصر، يعني عشان الناس تعرف مصر دي إيه. أنا كنت ساعة ما كنت في الإسقفية زمان، كنت لما دايما أبعت جوابات مثلا للأجانب اللي كنت عامل معهم، كنت أقول لهم greetings from our holy land Egypt، فكل جواب يعني تحياتي من 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 our holy land، من أرضنا المقدسة مصر. المهم نرجع لمرجوعنا في خروج 19 لما ربنا حل على الجبل، فبنقول إن العذراء ترمز للجبل اللي ربنا حل عليها. شوف هنصلي النهاردة في سؤتوكية الثلاث ونقول إيه؟ لأن كلمة الله الحية الذي للآب نزل ليعطي الناموس على جبل سيناء، وتغطى رأس الجبل بالدخان والظلام والضباب والريح العاصف. ده اللي هنصلي النهاردة في سؤتوكية الثلاث. ومن جهة صوت الأبواق كان يعلم الواقفين بمخافة. بعدين يقول إيه؟ هو أيضاً نزل عليك أيتها الجبل الناطق بوداعة ومحبة بشرية. هو أيضاً نزل عليك أيتها الجبل الناطق بوداعة ومحبة بشرية. وده اللي ورد في خروج 19. فقال الرب لموسى: اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم. عجباني يغسلوا ثيابهم دي، يعني لازم الواحد لما يجي الكنيسة يجي كده بأحلى حاجة عنده، مش يعني بمعرض أزياء، يعني إنما حاجة يعني إحنا زمان في الدير كان في جلابية اسمها جلابية الكنيسة، دي متعلقة كده لوحديها، يعني نطلع الشغل مش عارف إيه بتاع زيارات إيه، إنما وإحنا رايحين الكنيسة نلبس جلابية الكنيسة أحسن جلابية. المهم يعني فنيجي بحاجة نظيفة، مش معرض أزياء يعني. المهم سوري، حتى كده على جنب كده يعني، ده اللي يقول لك تحت الحزام دي، ده اللي يقول لك تحت الحزام دي يعني. المهم بين السطور دي رقيق، إنما تحت الحزام جامدة شوية. تحت الحزام دي فيها مثلا واحد بيده، إنما لا ما نقصدش، إحنا عندنا سيداتنا وبناتنا ما فيش زيهم دي بجد يعني. فقال الرب لموسى: اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع إسرائيل على جبل سيناء. دي في آية 11 خروج 19 آية 11. في آية رقم 20 يقول إيه؟ ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ودعا الرب موسى إلى رأس الجبل فصعد موسى. وإحنا في الكنيسة بندعو العذراء أم النور أنها الجبل الناطق، ونقول الجبل المقدس، ونقول الجبل الدسم، ونقولها مدينة الله. والجبل يشير يا أحبائي لثلاث حاجات. أول حاجة الجبل يشير للارتفاع والعلو، والعذراء أم النور صارت السماء الثانية الجزدانية. يقول داود النبي في مزمور 45: قامت الملكة عن يمينك أيها الملك بثوب موشب الذهب. الارتفاع والعلو. تاني حاجة الجبل يشير إلى الثبات والصمود. يقول لك يا جبل مهزك ريح، يا جبل إيه؟ يا جبل إيه؟ مهزك ريح. في واحد ولا واحدة كده أقل شوية هوا يديله عياط واللي تبوز واللي مش عارف حاجات زي كده. إنما العذراء يا جبل مهزك إيه؟
يعني يجي لكم الهوى زي الصاروخ وانتوا زي الحديد. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع إلى الأبد. والعذراء أم النور ياما تعرضت لحاجات شديدة وكانت زي الحديد. لما يوسف النجار يشك فيها، مش يشك، لا ده كان متيقن، الله، واحدة عذراء بطنها كبير، يعني هتكون ايه يعني. فخلاص خد قرار انه يمشيها، بس لانه كان راجل بار فقال اراد تخليتها سرا، يعني مش يعمل لها زيطة، مؤاخذة يا ام النور يعني. وهي ولا تهزت. وفي ميلادها لما تولد في 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 مزود للبقر، يعني كان ممكن تقول ايه، مفيش اوضه. انا لا اعتقد ان في واحده في العالم لما جت تولد ما لقيتش اوضه، ما تهزتش. فالجبل يشير الى العلو ويشير الى الصمود، والجبل يشير الى مكان العون. رفعت عيني الى الجبال حيث ياتي عوني. والعذراء أم النور هي شفيعتنا وعوننا في كل أيامنا. ده اللي خدناه الخمس سنين اللي فاتت. خدنا أيام أبونا آدم قبل ما ربنا يقول العقوبة بتاعت آدم وحواء، قال الوعد بالخلاص. سفينة نوح، حمامة نوح اللي ربنا قاله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وفيك تتبارك وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. ولما قال ليهوذا لا يزول قضيب ليهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون ملك السلام اللي هو مسيحنا القدوس. وموسى النبي أول حاجة أخذناها في موسى النبي العليقة، ثم الجبل الناطق بوداع ومحبة بشرية. السنة دي بقى سنتأمل في قبة موسى لخيمة الاجتماع، أعتقد السنة دي والسنة الجاية مش هنخلصها السنة دي. أنا بس هقول كلمتين بساط كده كمقدمة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي عشان بس نلتزم بالمواعيد بتاعتنا. نقرأ في خروج 25، برضو كانوا في جبل، كانوا في سيناء، برضو في مصر. هنا العليقة كانت في مصر، وربنا نزل على جبل سيناء، وخيمة الاجتماع اتعملت هنا في مصر. انتوا بردانين يا جماعة؟ طب بعد ما نخلص الخيمة، خيمة الاجتماع، لا انا بس خايف يكون حد نحسان ولا حاجة، بس يعني خايف يعني. في خروج 25 بقى ربنا قال لموسى ايه؟ كلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. هقرأ كذا آية كده في خروج 25. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحسه قلبه. حلوة قوي دي، تبرع مش بالعافية. تبرع مش بالعافية، كل من يحس قلبه. لادي الست الغلبانة تدي فلسين من قلبها ولا واحد يتبرع بعشر تلاف بالزق. أي واحد مش جاي من قلبه ما يجيبش. كان الأنبا بي من أسقف ملاوي اللي احنا تربينا على إيده كان يقول إيه؟ أنا أبويا غني. أول مرة سمعناها ما فهمناش، ايه ابوه غني؟ ابوه اللي خلفه يعني ولا مين يعني؟ ما فهمناش. يرجع يقول ايه؟ انا ابويا غني. تاني مره ما فهمناش، وبعد كده اشرح، قال انا ابويا السماوي غني، لما عوز بقول له عايز يبعت لي، انما انا ما مطلبش من فلان بيه ولا فلان هانم، مطلبش انا من حد، انا اطلب من ابويا. وابويا ايه؟ ابويا ايه؟ وانا ابوي غني قوي 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 قوي، بس يا ربي روح فاتح المحبس. وانا دايما اقول لما نفتح الحنفيه
يفتح المحبس، نكفل الحنفية يكفل المحبس، فكل اللي يفتحوا الحنفيات ربنا يفتح لهم المحابس فوق. احنا يعني البشر كده في ايدينا حنفيات، تفتح الحنفية يفتح لك المحبس، تقفل الحنفية يقفل لك المحبس، ويروح فتحه على حد تاني من اللي بيفتح الحنفية. المهم ربنا قال لموسى ايه؟ قال له قل لبني اسرائيل ان ياخذوا لي تقدمه من كل من يحثه قلبه، تاخدش بالعافيه من حد، تاخذون تقدمتي لكل من يحس قلبه تاخذون تقدمتي، وهذه التقدمه ذهب وفضه ونحاس و فيصنعون لي مقدسا لاسكن في وسطه بحسب جميع ما اريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. وابتدى بقى ربنا يتكلم عن التفاصيل بتاعة خيمة الاجتماع. عايز أقول بس كام حاجة كده احنا هنبتدي فيها إن شاء الله الاثنين الجاي. موسى النبي كتب قصة الخليقة في أقل من إصحاحين، إنما كتب لنا قصة الخيمة وما يتعلق بها في 16 إصحاح. موسى النبي كتب قصة الخليقة في أقل من إصحاحين، إنما من أهمية خيمة الاجتماع كتب قصة خيمة الاجتماع في 16 إصحاح. حاجة تاني بنقول السلام لك يا مريم كيرازة موسى، مش بنقول كده؟ انتوا شكلكم نعستوا، مش بنقول دي السلام لك يا مريم إيه؟ كيرازة موسى. إيه موسى كرز بإيه؟ ايه كرز بايه؟ انما موسى النبي من خلال العليقه ومن خلال الجبل الناطق ومن خلال الخيمه مشحونه بالرموز عن السيد المسيح له المجد وعن امه العذراء القديسه، وكان بذلك بمثابه كرازه مسبقه من موسى رئيس الانبياء عن مجيء السيد المسيح وولادته من العذراء. من كتر الرموز اللي قالها موسى في خيمة الاجتماع، فعشان كده لما بنقول السلام لك يا مريم كيرازة موسى، موسى ياما كرز من خلال اللي قاله في خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع يا أحبائي بتتكون من ثلاث حاجات، من حاجتين. يعني خيمة الاجتماع بيطلق عليها المسكن، مسكن الله مع الناس، وتضع القبة، عشان كده بنقول في الترنيمة يا قبة موسى يا شرية هارون، فبتضع القبة فهي قبة موسى، وتتكون من القدس وقدس الأقداس. وفي الدار الخارجية، الدار الخارجية في رسمة جميلة موجودة في الإنترنت عن القبة، أنا بس عاملها مختصر كده هنا، إنما هي موجودة في الإنترنت، لما تدوروا كده خيمة الاجتماع هتلاقوا رسمة جميلة إن قدس الأقداس موجود فيه تابوت العهد، والقدس موجود فيه ثلاث حاجات، مذبح البخور في النص، والمنارة الذهبية على الشمال، ومائدة خبز الوجوه على اليمين. تاني، قدس الأقداس اللي كان يدخله رئيس الكهنة بس مرة في السنة، ده فيه تابوت العهد. القدس نفسه في النص كان فيه مذبح البخور، ده كان يدخله الكهنة، عشان كده زكريا الكاهن دخل يرفع بخور عند مذبح البخور. وورا كده هنا على الشمال في المنارة الذهبية، وورا على اليمين مائدة خبز الوجوه. يبقى تابوت العهد في قدس الأقداس، القدس في مذبح البخور، في المنارة الذهبية، في مائدة خبز الوجوه، كل دي رموز عن العذراء. دي اللي هنتأمل فيها إن شاء الله السنة دي والسنة الجاية وربما السنة اللي بعديها إذا كنا من الأحياء.
عايز أقول جملة أخيرة، صحصحوا معايا كده. إنها قصة خلاصنا، إنها قصة خلاصنا، إنها أهم قصة في الوجود، قصة خلاصنا. تجسد الإلهي لم يكن حدثاً تم من 2020 سنة، لا، تجسد الإلهي وقصة خلاصنا في فكر وقلب الله منذ أن خلقنا. فيجي أيام أبونا آدم يقول لحواء: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك وبين نسلها، وهو يسحق رأسك. قبل تجسد المسيح ب5500 سنة. ويجي أيام نوح ويجي يقول لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى. إنها قصة خلاصنا يا أحبائي. ولما نتعرف على قصة خلاصنا ونتأمل فيها يزداد إيماننا. يعني لما الكلام اللي أنا قلته النهاردة ده تدركوه كويس يا أحبائي، ساعتها بقى في المدايح تصلوا بعمق وتشعروا بمحبة ربنا، وتشعروا بمحبة ربنا لينا، وإزاي إن قصة خلاصنا دي أهم قصة في الوجود، وأهم قصة لينا من أيام أبونا آدم، وربنا يدبر قصة خلاصنا. ربنا معاكم ويبارككم. نشوفكم بكرة بالليل في مرجرجس إن شاء الله. تناموا لكم 4 ساعات أول ما ترجعوا. إحنا هنخلص 5:15، 5:10، 5:15 تكونوا نايمين، تقوموا 9:15 تمارسوا حياتكم عادي خالص، وفي الظهر تناموا لكم بعد ما ترجعوا من أشغالكم 2 ساعة، تقولنا بالليل في مارجرجس زي الحديد. فضلوا نصلي.